السلام عليكم. سيدي محمد اليزغي تعرفت عليه بطريقة غير مباشرة، عندما كنت لازلت طالبا بكلية الحقوق بهذه المدينة، وكنت أشتغل وناضل في إطار فعالية الاتحاد الوطني للطلبة. فكان اسم محمد اليزغي آنذاك تعتبره قائد فد ديال الحركة الاتحادية، لكن كان عندي حظ أنني تعرف على اسم محمد اليزغي بمناسبة محاكمة كبرى ديال مراكش. كما ذكرنا السيد النقيب أن فعاليات ديالها انطلقت شهر يونيو 1971 إلى غاية 20 سبتمبر من سنة 1971. آنذاك كان العدد ديال المعتقلين، بدا الاعتقال ديال المناضلين في شهر ديسمبر، شهر نوفمبر ديال سنة 1969، وكان بين المعتقلين السي محمد اليزغي. بطبيعة الحال الحزب بقيادة مجاهد قائد الفد الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله، كان بدأت ينظم الدفاع على المعتقلين اللي كان تعدى العدد ديالهم 300 أو 350 معتقل، ولو أنه المعتقل اللي تقدموا في الملف ديال محاكمة مراكش كان لا يتجاوز 160 أو 165. فتكلف عمر بن جلون، الشهيد عمر بن جلون، هو اللي طلب مني أنا ذاك يلاه كملت التمرين ديالي سنة 1970، طلب مني أنني التحق بالهيئة ديال الدفاع ضد الرضا، وكلفني بواحد العدد ديال ملفات ديال المعتقلين، وكنا تنلقاو باش تنسقوا اطار الدفاع الدار البيضاء. وبعد كما ذكر بذلك النقيب صديقي، كانت النيه ديال النظام انه تعمل محاكمه عسكريه، وحضرنا في الاطوار ديال التحقيق في المحكمه العسكريه في قنيطره، وبعد ذلك قرار النظام على انه يحيل هذا الملف على محكمه مدنيه، يعني ماشي محكمه عسكريه. فاضطرينا انا ذاك اننا السي عبد الرحيم والقياده ديال الحزب كرات جوج ديال الفيلات في مراكش، وخصات فيلا الاجتماع ديال هيئة ديال الدفاع. أنا ذاك تعرفت عن قرب على السي محمد اليزغي اللي كان هو من المعتقلين ديال المحاكمة ديال مراكش، وتعرفت عليه أكثر لأنه بعد أن تمت تبرئته من طرف محاكمة اللي كانت يترأسها محمد اللعبي، لصقوا ليه تهمة جديدة وهي أنه الاعتداء على موظف حارس في السجن. ما نعرفش باقي تذكر سي محمد هذه القضية ولا لا. وكنت نوب عليه أنا الأستاذ عبد العزيز بناني، الله يشافيه، اضطرينا أننا نمشي واحد العدد ديال المرات نحضروا معه عند قاضي التحقيق اللي كان هو الأستاذ بينا، أخي ديال السي عبد القادر بينا، الله يطول لنا في عمره وشافيه كذلك، اللي ولا محامي أظن أنه دابا التحق بالمهنة ديال المحاماة. وقرر المتابعة ديالو آنذاك إطار هذا الملف اللي خارج على الملف ديال مراكش.
هذا الاتصال ديالي المباشر الأول اللي كان عندي مع سي محمد اليزغري. الاتصال الثاني كان بمناسبة الاعتقالات الواسعة اللي كانت بعد الأحداث ديال مولاي بوعزة ديال 3 مارس، وكان أنا ذاك في شهر يناير 13 يناير أو 14 يناير طنطن 13 يناير، كان تلقى هذاك الطرد الملغوم وهو والشهيد عمر بن جلون، وحكى لي الشهيد عمر بن جلون اللي فلت من الانفجار ديال هذاك الطرد الملغوم، حكى لي الظروف اللي تلقى فيها سي محمد اليزغري هذاك الطرد، وما هي المحاولات اللي كان عمل له هو ولا سي عبد الرحيم، ولكن كان فات الاوان لان انفجر انا ذاك طرت. في الاعتقالات ديال مارس 73 اللي بدات مباشره بعد الاحداث ديال 3 مارس، اظن انه عمر بن جلون الشهيد عمر بن جلون تعتقل في 9 او 6 مارس، بقية المناضلين جاءوا تباعا، عبد العزيز بناني ومصطفى القرشاوي الله يرحمه، أنا شخصيا تعتقلت في 26 مارس، وملي كنا في المركز ديال الاعتقال الشهير سيء الصيت وسيء الذكر اللي هو درب مولاي شريف، أنا ذاك جابوا سي محمد اليزغري منقول لأنه كان ما لا زال يعاني من الاثار ديال الانفجار، جابوه وهو عليه البونسمون وعليه، فعملوه في واحد البيت خاص وما رحموش انه يخليوه في المستشفى يتعالج. قضينا مده ديال 3 شهور تقريبا في المولاي شريف، وتحلنا مجموعين على المحكمة العسكرية اللي عقدت في قنيطرة في البناية ديال المحكمة عادية اللي حولوها إلى محكمة عسكرية. إذا كانت فرصة أنه كانت مناسبة، وخا مناسبة غير سارة، وغير أنني نتعرف أكثر ونحتك أكثر بسي محمد اليزغري، لا من خلال السجن اللي كان تيعملوا الاستراحة نصف ساعة في الصباح ونصف ساعة في العشية، ولكن هذيك نصف ساعة كنا تنتلاقاو فيها، كنا تنتلاقاو في الزيارات ديال العائلات ديالنا كل صبيحة كل يوم الجمعة. بعد ذلك تحكم بالبراءة ديال المجموعة، كان العدد كذلك ديال المعتقلين في هذا الملف هذا ما تنزلش على 160، يعني عندهم الحد الأدنى أنه ما خصش ينزل عدد المعتقلين على 160. الشيء اللي تيختلف على المحاكمة ديال مراكش وهو أن واحد المجموعة كبيرة خلوها في واحد السجن اللي هو غير رسمي، كان مقر ديال القوات المساعده وديال السيمي في مطار ديال المطار ديال كاز، مطار ديال الدار البيضاء، واللي تيتسمى عند العموم سجن او معتقل كوربيس. فهذاك المعتقل ديال كوربيس كان فيه واحد 400 ديال المعتقلين، من ضمنهم الأموي الله يرحمه، من ضمنهم عبد الله بوهلال، من ضمنهم الوديع الأسفي الله يرحمه. فاللي ما تحالش على المحكمة العسكرية خلاو احتفظوا به في هذاك المعتقل ديال الكوربيس. فإذا صدرت الأحكام في سبتمبر سنة 73، وعند خروجنا من السجن احنا مازال في الساحة ديال السجن والعائلة تنتظروا خارج السجن، لقينا شاحنات عسكرية تنتظرنا وعملوا لنا
الكمامات من جديد وعملوا لنا اسمه الاصفاد وطلعنا لهذه الشاحنه العسكريه. هذيك الشاحنه اللي طلعت لها انا كان فيها السي محمد اليزغي وكان فيها السي عبد العزيز بناني الله يشافيه، باقي تنذكر، وكان فيها السي حمد القاضي الله يرحمه، باقي تنذكر السي عبد العزيز بناني تيقول ها غادي نمشيو باش يعدمونا. فالسي محمد اليزغي قال لي عبد العزيز بناني ترجل عبد العزيز وسكت. فلقينا نفوسنا تكنة عسكرية في تمارا اللي فيها تربية ديال الخيول، وبقينا مدة ديال 6 شهور تقريبا، لأنه تيظهر أن النظام ما عجباتوش الأحكام اللي صدرت ديال البراءة بالخصوص على بعض متابعين، فاحتفظوا بنا ريتها ما يشوفوا شنو غادي يعملوا. احتفظوا بنا مدة من سبتمبر حتى نهاية يناير 1974. أنا ذاك تقرر أنهم يعزلوا من هذوك المعتقلين ديال هاد التكانة ديال تمارا، يعزلوا واحد المجموعة والبقية كان داوهم إما المشفى ديال بنو سينا، كان مع فيهم الأستاذ محمد الحلوي الله يرحمه، الأستاذ القاضي، والسي محمد اليزغي داوه الإفران على ما أعتقد، داوه الإفران وداروه في واحد الدار تما في إفران تحت الحراسة وتحت الإقامة الإجبارية حتى لشهر يونيو إلى غلط، يعني حتى شهر يونيو كان مسموح لي فقط بالزيارة ديال مراته وديال الوالدة ديالو الله يرحمها. المجموعة الباقية داروا، وكنت أنا من ضمنهم 32 أو 34، وكان من ضمنهم الشهيد عمر بن فلول، وكذلك عبد العزيز بناني، وكذلك مصطفى القرشاوي، توفيق الإدريسي. هادو عملوا لنا ملف جديد، هاد الملف الجديد عطاوه عنوان وهو محاولة الفرار من السجن المركزي ومحاولة اغتيال ولي العهد بمساعدة حارس ولا حراس السجن المركزي، وأنه أحد الحراس دبر على النموذج ديال الساروت اللي غادي يمكن يحل الابواب، مع العلم انه الحي السجن المركزي في اي منطقه كنتي فيها خصك تتجاوز 6 الابواب باش يمكن لك تخرج على برا على خارج السجن المركزي. هذه حكايه اخرى. المرحله الثالثه اللي تعرفت فيها على واقتربت منا اكثر مع السي محمد اليزغي حفظه الله، هي بمناسبه المؤتمر الاستثنائي اللي كان في سنه 1975، وبالخصوص المؤتمر الاقليمي اللي كان في 1978 في الدار البيضاء باش يتنتخب كاتب اقليمي وكتابه اقليميه من بعد المؤتمر الاستثنائي. انا ذاك انا عملت واحد المؤامره انه حصلت على بطاقة ديال المشارك ماشي مؤتمر باش نتهرب من المسؤولية ديال، كنت بغيت نرتاح شوية باش نتهرب من المسؤولية ديال أنني نكون في عضو ديال الكتابة الإقليمية. فالسي محمد اليزغي تآمر عليا هو والأخ طاهر وديعة الله يرحمه واحد المجموعة، وبدلوا الصفة ديال المشاركة ديالي من مشارك إلى مؤتمر، وتنتخبت عضو في الكتابة الإقليمية، وعملنا اجتماع في المقر ديال الجريدة
وطلب مني انا ذاك السي محمد اليزغي ولح عليا باش نتحمل المسؤوليه ديال الكاتب الاقليمي ديال الدار البيضاء بالتدخل ديالو بالالحاح ديالو، الشيء اللي جعلني انني نبقى كاتب اقليمي لمده 10 سنوات من سنه 78 حتى لسنه 88. المرحله الثالثه وغادي نختم لانه كان بزاف ديال المراحل، ولكن ما فيها باس نذكر الاستقاله الثانيه ديال السي عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، لان كانت الاستقاله الاولى اللي تكلم عليها السي محمد البريني، ولكن كاينه استقاله ثانيه سنه 2002 احتجاجا على انتخابات على النتائج ديال الانتخابات ديال 2002. انا ذاك وقع خلاف داخل المكتب السياسي، وانا كنت عضو ديال المكتب السياسي انا ذاك، وقع خلاف ما بين اعضاء المكتب السياسي اللي واش السي محمد اليزغي اللي هو كان كاتب الاول بالنيابه ياخذ الكتابه الاولى مباشره وننتخبوا كاتب اول بالنيابه ونعرضوا هذا الامر على اللجنه المركزيه، او تخص حل اخر. فانا ذاك السي محمد اليزغي بان انه رجل ديال الحوار ورجل ديال التوافقات ورجل ديال 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 الحفاظ على الوحده ديال الحزب، وسبق الوحده ديال الحزب والمصلحه ديال الحزب على جميع المعطيات الاخرى، وقبل انه يتعمل ميثاق لتحدد اشني هي المسؤوليه والضبط ديال الكاتب الاول والكاتب الاول بالنيابه، واش هي المسؤوليه ديال اعضاء المكتب السياسي، وان هذا الميثاق اللي تعملت فيه واحد العدد كبير ديال الاجتماعات يتم اشراك القواعد في مناقشته وصوبنا هذاك الميثاق، وتوزعوا اعضاء ديال المكتب السياسي على مختلف الكتابات الاقليميه في المغرب لتقديم عروض تتضمن جميع التفاصيل اللي هي في هذا الميثاق، على اساس انه ناخذوا بالاقتراحات والتعديلات اللي غادي يمكن تجي من القواعد. هذا تيبين على انه نجحت هذه الفكره، وتولى السي محمد اليزغي الكتابه الاولى. ما غاديش نتكلم على الظروف ديال كيفاش ما بقاش كاتب اول، ولكن يتنوه هنا بان الرجل حقيقه رجل نموذجي، لا في السلوك ديالو ولا في العطاء ديالو ولا في الانسانيه ديالو، ولا كذلك في العلاقات ديالو وفي الوفاء ديالو للمبادئ ديال الحزب، والوفاء للاصدقاء ديالو، والوفاء الرساله ديال الحزب انذاك اللي كان تذكروا بها الاخوان اللي سبقوني من قبل. فتحية سي محمد اليزغي، الله يحفظك والله يطول العمر ديالك، والله يحفظ اخت سعده، الله يطول العمر ديالها. شكرا.